الأمل، التحدي، يعني الاستمرار. خلونا نعطي نفسنا فسحة من التحدي والأمل. عزمنا الرحال بين محطات الأشخاص الملهمين حتى وقفنا اليوم في محطة صلاح أبو شهري المصمم وصاحب شركة شندل لإدارة وتنظيم المناسبات. صلاح يعتبر واحد من الأشخاص اللي توقفت أعماله نتيجة الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا. طبعاً إحنا بدينا في الأعراس، صار لنا تقريباً 30 سنة باسم شندل إدارة تنظيم المناسبات. يمكن كنت الوحيد في البحرين إني كنت لما بديت في المسارح والفعاليات. طبعاً ويا هالأوضاع مثل ما تشوف عندنا وقف كل الأمور، يعني أي فعالية، أي تنظيم، أي شيء يخص الفعاليات وقف عندنا. فالحمد لله ما نقول إلا شكرا لله، يعني يمكن لعلها خيرا كان لنا. في مردود مثل ما تقول جدا قوي، قعدتنا في البيت مع البنات مع العيال كلهم انزين، فهم بعد نفسيا ارتاحوا لان كان صعب عليهم ان يشوفوني في البيت قاعد ومرتاح وهاي دائما بيزي تنشن ومكالمات وهاي. فبس قعدتنا فترة الأولية قعدنا كراحة استجمام فخذنا بهالطريقة. عقب فترة شوية يعني عقب 2 3 أسابيع قلت يعني هاي بدل هالقعدة نشتغل في أمور معينة. مثلا صممنا بعض التصاميم، أفكار جديدة حطينا حق العراس، مجهزين حق المستقبل إن شاء الله لما يرد كل شيء. فإحنا يعني مثل ما تقول ما طلعنا قعدتنا بس مجرد قاعدة وننتظر، لا، بدينا في الأعمال اليدوية، يعني في أشياء وايد بدينا في شغل الصبيات الكونكريت، الكراكترات مع الطين كله ريسايكل، وبدينا في شغل الأسيام في الصناديق مثل ما تشوفون إن شاء الله بنراويكم إياه. فبدينا في كل الأمور واليهال بعد خذوا مثل ما تقول تشجيع، يعني علاوي ولدي 11 سنة الحين عمره، نخليه يشتغل ويانا واشتري منه القطعه. اقول له بابا حطيته في الانستغرام وشيره، فصار عنده تشجيع ويقول يلا اليوم بعد بيع لي قطعه قطعتين، فصار انه يقعد معي. بناتي نفس الشيء، لما بدينا في البدايه كنا نعطي الاشخاص المقربين كهدايا كهاي، فشفت لا في عليه مردود لما نعطي قطعه حق واحد احد يتصل لنا من وين هاي لين او شلون سويته، في واحد ثاني يبي منه. اتساع الوقت في ظل ظروف فيروس كورونا تمكن صلاح من إمضاء وقت كبير مع عائلته، وتقاسموا مهمة إنتاج المجسمات والتحف الفنية، وكان لابنته فاطمة دور كبير في نشر هذه المشغولات والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي لاقت إقبال كبير عليها. طبعاً بعد فترة اللي انصرت عند الكورونا يعني قمنا نشوف الوالد بشكل مستمر ونقعد معه ونسوي يعني نشتغل وياه بالأعمال اليدوية، يعني قبل ما كنا نشوفه لأن كله كان مشغول في الأعراس والإيفنتات، فكان يعني وقته محدد لنا. فالحين يعني على طول قعدته ويانا في البيت وهلا مستنسين وياه الحمد لله. وأنا يعني من صوبين أتابع الإنستغرام، أتابع الفولوورز، أخذ الأوردرات منهم، وأمس بس يعني حاولت إن أرسم وياهم وكذي، فشفت يعني إنه شيء يعني استفدنا منه، يعني قمت أدش، يعني أنا أحب الرسم بس ما قد مرة جربت، فأمس جربت وياها وأختي ساعدتني شوي وكذي فكان أوكي، يعني كبداية أوكي.
قعدتنا في البيت لمردود وايد قوي أقدر أقول، صج الخسارة كبيرة، ولكن بس سوى الحين مشروع، سوينا صندوق مكتوب عليه هاي آرت، واشتغل في البيت، جلوسك في البيت ممكن يكون فيه إيجابيات بهالصندوق، إنك ترسم بروحك ترسمهم. الصندوق مكون من بوكس كارتوني نفس التول بوكس، مكون داخله أصباغ الماسكن تيب والبروشات وكل المعدات اللي احنا راح نراويكم في لصنع المباخر أو فازات معينة نصبهم بالكونكريت. هاي صندوق مثلا نحط المعدات كامل فيه ويشترونه، أو الشركة تقدمه حق الستاف ماله انه خلوا عيالكم مثلا في البيت يقعدون ويشتغلون في هالمهارات الفنية، تنمية للمهاراتهم. وبعدين إذا احتاجوا صبيات زيادة ممكن يتصلون لنا، والله نوصل لهم بعض الأمور مثلا التشكيلات اللي هم يبونه. الأعمال اليدوية اللي يقوم بها صلاح تعتمد بشكل رئيسي على إعادة التدوير، وينتج من هذه المواد المتاحة سلعة فيها كل معطيات الجمال والإبداع، ويمكن تصنيفها بأنها تحفة فنية تضفي الجمال في أي زاوية أو ركن من أركان المنزل. طبعاً إحنا حالياً في زراعة البيت الحديقة، طبعاً في الأمور اللي اشتغلنا فيه في اللي هو المباخر والأغصان اللي إحنا نقصصهم عشان نعدل الأشجار، دائماً نستفيد منهم. مثلا عندكم هاي الغزلان من القطع الاغصان اللي نقصهم، بدل ما نقطهم او يودونهم المحرقه او شيء، احنا بامكاننا نسوي منهم غزلان، ارانب، كل الموديلات، ممكن كراكترات، اي كراكتر في بالك ممكن الواحد يسوي. اهم شيء انه يستفيد من الاشياء اللي موجوده في البيت، وساعات يمكن انت ما تحتاج تروح تشتري وايد امور، في عندنا وايد امور في البيت الواحد ممكن يستفيد منه بدل ما يقطهم برا. يعني هالاشجار اللي زرعناهم، في عندنا مباخر اللي سويناهم حاليا، صب المباخر بالكونكريت، حطينا كفكره اوليه يمكن ما حد سواها من قبل، انه في مبخر وفي زرع وياه. فيروس كورونا بلا شك كان له ابعاد اقتصاديه واجتماعيه، الا انه ساهم في تقرب الاسره الواحده اللي استمرت في المكوث بالمنزل، واثمر ذلك في تعزيز التعاون فيما بينهم والمشاركه في مساعده ابنائهم في عمليه التعليم عن بعد. التعليم كان زين، بس مو بقوه التعليم لما يكون بالمدرسه، لان في وايد اشياء صار عندهم مس مع أصدقائهم في الصف، وهاي كان له تأثير شوية، فكانوا يتكلمون بالتليفون، يبادلون الحصص شوية شغلات يعني في الدراسة، فالحمد لله مشينا الموضوع، فكان شيء زين. أما بالنسبة لتعليمهم في البيت في الريسايكل أو في التدريبات، أقول هاي الأعمال اليدوية، فكان إيجابيته وايد قوية الحمد لله. يعني كل واحدة فيهم أو على يطلعون بفكرة، أشوفه لما ينزلونه بالإنستغرام سيدا يصير عليه طلب كده. ففي مثلا جروب من STC خذوا وزعوا حق، فكان مردوده جدا قوي. دلاك اللي ودوا لهم كهدايا ردوا واتصلوا يبون وشلون وهاي، فالحمد لله كان شيء زين يعني. والله تشوف هاي المجسم، طبعا احنا صرنا جروب من الفنانين البحرينيين، كل واحد يقدم عمل مميز عنده حق كوادر الطبيه، فانا قدمت لهم مجسم طبعا ريسايكل، اعاده تدوير علاقات الملابس، وغلفته بالسيليفون وحطيت عليه الطين. الطين ما يحتاج لحرق نفس الطين العاديه اللي موجوده، لا هاي دي بدون حرق، شركه دان. والفكره ان الدكتوره طالعه وشايله ورد مستانسة، والريبورت في يده ان خلصنا ان شاء الله من الكورونا. طبعا انا اهديت مجسم اولي كان دكتور، الحين سويت دكتوره، كان معاه مبادره حلوه انه في رساله معاه نشكرهم، وهاي كل واحد في الجروب قدم لهم عمل مع الشكر، وحطينا اسم الجروب كفو عليكم. فهاي واحد من المجسمات اللي راح نقدمها بعد ان شاء الله الايام القادمه.
تمكننا من خلال هذا اللقاء أن نلقي الضوء على حياة صلاح وكيف استطاع أن يستثمر وقته إيجابياً وأنه يطور موهبته وينميها بما يتلائم مع مبدأ التباعد الاجتماعي، واستطاع أنه يقول للجميع بأن هذا الوقت هو فسحة من الأمل. الدرب ليس سهلاً، ولكن الوصول إلى الغاية جميل.